تفتكر ايه اكتر مرض بيقتل الاطفال تحت سن 5 سنين في مصر؟ مثلا ممكن نقول التهاب الكبد الوبائي عند اطفال كتيره جدا، والامراض الجلديه والجفاف، حاجات دي. لا هقول زي السرطان، المرض اللي هو المنتشر في الجو الايام دي زي الفيروس والسرطان. ممكن السرطان بتاعي والله في اعتقادي ان هو الصفرة والحمى والالتهابات الرئوية وما شابه من الامراض اللي هي بتاع الاطفال الصغيرة، ومشاكل في القلب برضو، فهي بتأدي بيهم مبقاش في رعاية كاملة هنا، فبتأدي فيهم للأسف للمهالك يعني. هو التهاب الرئوي. التهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي. فيه هزبة؟ إسهال وتراث برضو. السرطان، الأنيميا الخبيثة، التهاب الرئوي، والصفرة، والسخونية، ومرض القلب ده أكتر مرض إن هو بسبب الوفاة. أقول لك النيمونيا. أي حاجة غير الالتهاب الرئوي. تعرف إيه عن الالتهاب الرئوي؟ التهاب الرئوي ده بيعمل تضايق في التنفس، وبيدمر خلايا القلب كلها، مع استمرار تضخم القولون في المعدة، يعني بيتحكم في أعضاء الجسم كله. وهي بس نتيجة التهاب الرئوي ده بيجي على نتيجة الأكل، نتيجة الدخانة مثلا، اللي هو الميكروب اللي بيمشي في الجو ده، اللي هو هو لان الاطفال ما بتستحملوش، احنا كبار ممكن نستحمله، هو اما الاطفال لان هم ما عندهمش المناعه بتاعتهم تبقى قليله، فبالتالي هم ما بيستحملوش الميكروب ده، لان انا بنتي اخذت التهاب الرئوي. ميكروب هو عباره عن ميكروب، انا ما اعرفش عنه اكتر من كده بصراحه، مش عارفه. الالتهاب الرئوي بيجي من البرد، من عدم التهويه الجيده، من عدم النظافه الكويسه، الام ما بتبقاش مهتمه بالاطفال، حاجات كثيره يعني. السخونيه والكحه ورشح في مناخيره. يعني الانفلونزا ده اسهل مرض بيصيب الاطفال، ولو ما تعاملناش يعني لو تعاملنا معاه على ان هو حاجه عاديه ممكن يؤدي الى عواقب، يعني مثلا ارتفاع في درجه الحراره دي ممكن تموت، مثلا يؤدي الى الالتهاب الرئوي، اللي هي يعني البرد برضو الانفلونزا لو ما تعاملناش معاها على انها حاجه كبيره ممكن تؤدي الى الموت بالنسبه للاطفال، لان الاطفال بتبقى المناعه بتاعتهم صغيره، فبالتالي اقل حاجه ممكن تصيبهم ممكن تؤدي الاعراض تؤدي الى الوفاه يعني. للاسف ان انا بنتي اول السنه دي كانت عندها التهاب رئوي، كانت تجربه سيئه جدا ومرض خطير جدا، وربنا يعني ربنا ما يوري حد، يعني كانت حاجه عنيفه جدا، فعشان كده اي حد في ايده انه يعمل حاجه عشان يحمي ولاده من المرض ده يا ريت يعملها. بنتي كانت يعني كنا مسافرين الحقيقه، وبعدين فجاه حرارتها عليت، حراره اعلى من العادي، اعلى من دور برد عادي يعني، كان دور جامد قوي، كانت 39، تتراوح بين 38 و39، فضلت كده حوالي اسبوع، وبعدين مش باين عليها اعراض، مثلا يعني مناخيرها مثلا مش سايبه، مش بتكح، ما فيش حاجه يعني، ساعات يبقى في اسهال ساعات، لكن مش حاجه باينه وواضحه انه ده يعني مشكله كبيره. قعدنا كده شويه وما فيش ولا احنا ولا الدكاتره كانوا عارفين انه ده التهاب رئوي. قعدت كده اللي هي السيمتومز بتاعت لغايه 39 دي تقريبا قعدت اسبوع، وبعدين ابتدت الحراره تعلى قوي، بقت 41 وما بتنزلش حتى بمخفضات الحراره، ما بتنزلش خالص. الدكاتره الاول راح ذهنهم لحاجات تانية غير الالتهاب الرئوي، لغايه لما في الاخر حد يعني انا كنت وديتها لكذا دكتور، فحد من الدكاتره قال لي اعملي اشعه على الصدر يعني، فخدتها وديتها وطلع بقى من اول ما اكتشفنا يعني كان عندها خلاص اوريدي التهاب رئوي، وكان في كمان شويه ميه على الرئه.
الدكاتره ساعتها قالوا يبقى هتاخد مضادات حيويه عنيفه يعني وترتاح في السرير. قعدنا اسبوع تاني تقريبا في البيت بتاخد مضادات حيوي عنيفه جدا وكتير دوزز عاليه قوي. وبعدين ما كانش فيه اي ريسبونس برضو الحراره زي ما هي والكحه بقت بقى لما خلاص لما يعني تعرف انها التهاب رئوي كانت كحه شديده جدا جدا ما بتوقفش تقريبا. قعدنا كده 6 ايام او اسبوع وبعدين وديناها للدكتور تاني فطلب أشعة تانية فطلع ان هي لا يعني ده بقى الموضوع تطور ولازم تروح المستشفى. قعدنا في المستشفى فترة طويلة حوالي 23 يوم. يعني احنا كان حظنا وحش انه هو كان كل الكومبليكيشنز حصلت لها اللي كانت يعني بتيجي من النيمونيا عادة حصلت لها، بس الحمد لله ربنا كرمنا وبقت كويسة يعني الحمد لله. تفتكر ازاي نقدر نحمي اولادنا من الالتهاب الرئوي؟ اكيد طبعا بالعناية، بس مش لينا احنا مش لوحدينا، يعني لازم يبقى في رقابة من تحت تجينا في، لان احنا ما عندناش امكانيات، احنا ما عندناش حاجات تدافع عن المرض ده، لازم يكون في امكانيات من تحت. ازاي يكون في رقابة على الاكل، رقابة على الشوارع، على المية اللي في الشارع، ازاي الطفل يمشي من غير شبشب في الشارع يؤدي الى تسمم، حاجة دخلت في رجله كده. معلش انا بلدي شوية بس انا بعبر على المنطقة اللي احنا عايشين فيها. ما بعرضش برضو الطفل للهواء المباشر كده من استيقاظه من النوم وكده، غسيل الايد اولا امنعه عن اي ميكروب يبقى محيط بيه، يعني غسيل الايد وكده وبالصابون والمطهرات وكده، بس ما اعرفش عنه اكتر من كده. تهويه المكان، نبعد عن الاماكن المزدحمه، نبعد عن الاماكن المزدحمه، ما نعرضش يعني مش عارف. ده هو بيبعد عن التدخين والتدخين السلبي للاطفال الصغيره، يعني بيشرب سيجاره ان شاء الله بعيد ولا كده، والنظافه عامه والتهويه كويسه، وتغيير يبقى فيه هواء متكرر في الاوضه والشمس بتمنع النظافه. التهويه لازم يعني نعرضهم للشمس او للتهويه، نعودهم ان هم دايما دايما الطعام لازم يكون بنظام ولازم يكون كويس. التطعيم، التطعيم والهيلث هيجين العالي، التهويه الكويسه، الصحه الكويسه للاطفال. تعرف ايه عن تطعيمات الالتهاب الرئوي؟ اللي هي التطعيمات بتاعت اللي هي كل شهر دي ولا كل شهرين دي ولا ايه؟ هي التطعيمات اللي في الصحه بس بتهيألي. تطعيم الضرر صح؟ ايه تطعيم ايه تاني؟ للاسف شو بريفينار بتهيألي، ومش عارف ايه تاني. مراتي هي اللي اكتر معرفه بالتطعيمات. تطعيمات الاطفال وهي صغيره الشهرين ولا وست اشهر، ده اهم تطعيمات لازم ياخدها. سمعت بس ما عنديش فكره كافيه عنها يعني. انا اعرف ان في البريفينار وانا كنت مديها يعني من الحاجات اللي كان الدكتور قايله، اعتقد انه كان على كذا دوز فانا كنت اديتها منه دوز واحده بس. اكيد يعني مجرد ان الحمله الدعائيه اللي هي ان في تطعيم للالتهاب الرئوي ده موضوع مهم قوي، ما كانش الواحد يعرف اساسا ان في تطعيم له، وقد ايه ممكن الاهمال في المناطق بقى العشوائيه او كده في اي حد عنده برد ممكن يقلب لحاجات اكتر، مضاعفات اكتر، دي عرفناها بتالي النهارده من الايفنت يعني. وزي ما شفنا معلومات الناس وارائهم عن المرض مختلفه، في منها الصح وفي منها غلط، فقررنا ان احنا نروح لدكاترة طب الاطفال علشان نسألهم عن مرض الالتهاب الرئوي وازاي نقدر نحمي اطفالنا منه. الالتهاب الرئوي من الامراض الخطيرة اللي بتصيب الاطفال يعني ابتداء من بعد الولادة الى ما شاء الله يعني،
بتنتشر طبعا في البلاد اللي هي النامية نظرا لظروف الحياة، من تكدس، من ازدحام، من سوء العادات الصحية، عدم التهوية الجيدة، كل الحاجات دي اللي ممكن بتساعد على انتشار الالتهاب الرئوي. ويمكن الالتهاب الرئوي بيمثل يعني نسبة عالية جدا من الوفيات على مستوى العالم، يعني ملايين من الأطفال بتموت سنويا من الالتهاب الرئوي. وفي مصر يمكن الالتهاب الرئوي بيمثل 10% من الوفيات الأطفال تحت الخمس سنين، وده طبعا دي نسبة كبيرة جدا. لو تخيلنا الوفيات الأطفال المصريين، احنا عندنا نص الشعب المصري تقريبا أطفال، فده بيوضح لنا قد ايه بالظبط الالتهاب الرئوي بيمثل خطورة شديدة على الأطفال مصر. حاجات كتيرة الحقيقة ممكن تساعد الآباء والأمهات في حماية أطفالهم من الالتهاب الرئوي، على أهمها يعني اتباع العادات الصحية السليمة زي التهوية الجيدة سواء في البيوت أو في الفصول في المدارس، عدم التقبيل، وعادة التقبيل طبعا الأطفال دي من العادات السيئة جدا اللي بتنشر هذه الأمراض، الاهتمام بعدم إن الطفل اللي هو عنده أي بوادر إصابة برد أو أنفلونزا ما يروحش المدرسة، ولازم ياخد قسط كافي من الراحة والسوائل، التغذية الجيدة بالسوائل وبشرب اللبن يوميا، واتباع العادات الغذائية الصحية السليمة، أكل الخضروات والفواكه بانتظام، وطبعا في النهاية مراجعة الطبيب عند حدوث أي أعراض من أعراض التهاب الجهاز التنفسي زي الكحة والزكام والبرد وخلافه، وأخذ التطعيمات الواقية ضد الأمراض الأساسية المسببة والميكروبات الأساسية المسببة للالتهاب الرئوي. وطبعا على سبيل المثال الحمد لله في دلوقتي أكثر من تطعيم ممكن استعماله للحماية ضد الالتهاب الرئوي. الحقيقة ده دور أساسي، لأن الدولة الحقيقة بتبذل جهد كبير، ولكن المشكلة إن المرض ده له فرعين، فرع المرض نفسه، والفرع الثاني العادات اللي احنا تعودنا عليها واللي الشعب المصري تعود عليها منذ قديم الأزل، زي ما قلنا إن التكدس وعدم التقبيل وخلافه. وبالتالي التوعية، وده دور أساسي للمنظمات الأهلية زي الجمعية المصرية لدارس العلوم الصحية، الحقيقة الجهد الرهيب اللي بتبذله واللي بتحاول إن هي تزيد توعية الناس البسطاء بهذا المرض، ده شيء أساسي. وطبعا يعني الحقيقة المشروع اللي عملاه الجمعية واللي بيقوده الدكتور محمد زعزوع، الحقيقة ده مشروع جيد جدا، وإن شاء الله هيكون له أثر كبير جدا في توعية الأمهات وتوعية الآباء، وفي النهاية تطعيم الأطفال الغير قادرين بالتطعيمات اللي ممكن تقيهم وتقلل بنسبة كبيرة نسب التهاب الرئوي في مصر. احنا في الجمعية المصرية لدارس العلوم الصحية بدأنا مشروع احمي طفلك، وقدرنا نجمع 400 متطوع من أطباء الامتياز وطلبة كليات الطب في 20 مستشفى جامعي وتأمين صحي على أنحاء الجمهورية، علشان يشاركوا معانا في حملة توعية صحية بنعرف فيها الأهالي خطورة المرض وطرق الوقاية منه. رحنا نكلم الأهالي في أماكن الانتظار اللي قدام العيادات الخارجية في مستشفيات الأطفال وهم مستنين دورهم، بس ما قلنا لهمش إن دي حملة توعية صحية علشان ما يزهقوش مننا. قلنا لهم إن دي مسابقة، واللي هيجاوب صح هيكسب هدية لابنه أو بنته. المسابقة كانت عبارة عن معلومات بسيطة عن مرض الالتهاب الرئوي وأعراضه وطرق الوقاية منه، وسألناهم بعديها أسئلة علشان نتأكد إنهم فهموا المعلومات ديت. اللي هم مش عارفينه إنهم كلهم كانوا هيكسبوا ومفيش أصلا مسابقة. الهدية كانت عبارة عن كراسة تلوين فيها رسومات بتشرح المعلومات اللي قدمناها للأهالي، ومرسومة على شكل قصة ممتعة للأطفال اسمها منتصر ينتصر على الالتهاب الرئوي، واللي رسمها لينا فنانين متطوعين من كلية فنون جميلة. وبعد ما بندي الكتاب للأطفال كنا بنقعد نقرأ معاهم عشان نتأكد إنهم فهموا القصة قبل ما يبدأوا تلوينها، وعلشان نفسنا إننا ندي الأطفال حماية مستدامة من الالتهاب الرئوي
قررنا إننا نلم تبرعات ونطعم بيها الأطفال ضد الالتهاب الرئوي، وهنختار الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة تخليهم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي. وعلشان الثورة المجيدة علمتنا إننا نقدر نحقق المعجزات لما نقف جنب بعض، قررنا إننا نكون الائتلاف المصري ضد الالتهاب الرئوي في الأطفال علشان نوحد صفوفنا ومجهوداتنا في محاربة المرض المميت ده. وكان أول كيان ينضم لينا هو هيئة إنقاذ الطفولة بالإضافة للعديد من الجمعيات الأهلية، وهدفنا كلنا إننا نقلل نسبة وفيات الأطفال في مصر بسبب الالتهاب الرئوي، المرض اللي 98% من وفياته للأسف في الدول النامية.